يجب عليك مراجعة نفسك باستمرار، لأن في مجال كرة القدم كما شاهدناه في قضية مبابي، بعدما ساعد مبابي المنتخب الفرنسي بالتتويج بكأس العالم في 2018 وفي الأيام القليلة الأخيرة ضيع ضربة جزاء كأس أورو، الكل انتقده بشراسة. كل ما صنعته من إنجازات البارحة لا يهم الناس الآن، إنه شيء من الماضي، فيجب عليك أن تنظر إلى المستقبل. يعني حينما تفوز بالدوري أو ببطولة فعليك في الموسم المقبل أن تفوز مرة أخرى، وهذه هي العقلية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي، وشاركم لاباس بخير، إن شاء الله تكونوا الكل بصحة جيدة، خاصة هذه الأيام عادنا نشوفوا بهذا الوباء الخبيث وينتشر يعني بقوة، يعني الحاذر ثم الحاذر ثم الحاذر. يعني نجم عليكم أن يعني تأمنوا أنفسكم بالوقاية، يعني الوقاية خير من العلاج. يعني ما تنسوش تلبسوا الأقنعة تاعكم، تغسلوا أيديكم، يعني حتى كي تخرجوا من البيت عادوا تبدوا البيت أول حاجة ديروها اغسلوا أيديكم، يعني اجتنبوا أيضا المرافق العمومية وإن كان الازدحام وإلى غير ذلك، لأن بكل صراحة هذا الوباء راه خبيث وراه عاود ولا بقوة. يعني ربي بعد علينا وعليكم إن شاء الله، وربي يجيب الخير للجزائر بإذن الله. بون كما سمعتوا يعني في تصريحات رياض محرز، حبيت ندير تعليق شخصي يعني على ما قالوا. حقيقة حبيت ندير تحليل يعني يقعد إلا وجه نظر، يعني ما هوش كلام يعني موثوق ولا يعني 100%، مجرد يعني نعطي يعني رأيي الشخصي على ما حسب ما فهمته من وراء يعني تصريحاته. أنه نعلم جيدا بعض الأحيان أن هناك أشخاص يعني يقوموا ببعض التصريحات، تسمع هذه التصريحات كما كانت، ولكن أحيانا كاين قراءات مختلفة، يعني ربما تكون كاين بعض الرسائل يعني غير مباشرة، يعني الإنسان يقدر يعني يستخلص منها فكرة أو أفكار. أنا شخصيا كي سمعت الموقف تاعو هذا في التصريحات، أولا كاين واحد 3 احتمالات جاوني يعني في بالي حبيت نشاركهم معكم. أول احتمال يعني شيء طبيعي، يعني رياض محرز لاعب يعني هذا اللاعب ترعرع بفرنسا وكبيرة في محيط فرنسي، يعني يعرف العقلية 100% في فرنسا، خاصة بالنسبة للمغتربين أو اللاعبين ذوي جنسية مزدوجة، أو يعني يكون لاعب فرنسي ولكن ذو أصول إفريقية أو عربية. يعني كيما كيليان امبابي هو عنده أصول جزائرية وكاميرونية ويلعب في المنتخب الفرنسي، يعني تشوف هنا كي هذا اللاعب ضيع هذه ضربة جزاء، يعني صراحة كانت حملة شرسة ضده في الإعلام الفرنسي في الصفحات الفرنسية. يعني زدنا شاهدناها حتى في إنجلترا مع راشفورد وساكا الذين ضيع، يعني تشوف واحد العنصرية، تشوف الناس يعني تنتقدوا. ومبابي هذا جاب عاونهم باش يجيبوا كأس العالم، يعني هذا شيء ماهوش بسيط، كأس عالم ونلعب دور كبير هذا مبابي وكان صغير في السن، يعني كأنهم نساو الجميل. يعني هنا رياض محرز بطبيعة الحال يعني يدافع على مبابي لأنه لاعب يعني متضامن مع لاعب محترف، وثانيا هو تربى في يعني في المحيط الفرنسي ويعرف العقلية تما كيفاش دايره، لهذا يعني يكون صرح التصريح. هذا الاحتمال الاول. القراءه الثانيه اللي عندي، يعني ربما هنا رياض محرز كان يعني بالك كان يتكلم على مبابي، ولكنه بالك كان يتكلم على نفسه ايضا، يعني خاصه بعدما انتقل من لايستر الى سيتي، وين مع لايستر جائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي، وين دا معهم الدوري الانجليزي، يعني الحق مستوى عالي جدا. وبعد ذلك ذهب إلى مانشستر سيتي، نادي فريق يعني تشالنج جديد، مدرب جديد، عقلية جديدة، يعني شفنا أنه نقدر نقول بلي نقص المستوى تاعو خاصة في الموسم الأول. يعني شفنا بعض الناس تنتقدوا صراحة، كان بزاف اليوتيوبر ولا صحفيين كانوا يقولوا شبه محرز، حتى وصلوا قالوا ما عنده شخصيته، ما قدرش يفرض روحه، عاقل بزاف وإلى آخر كلام من هذا النوع، كأنهم نساو الإنجازات تاع محرز مع لايستر سيتي سنة من قبل فقط.
القراءة الثالثة اللي عندي يعني هذه يقعد يعني غير رأيي الشخصي، يعني شفنا حنايا أسابيع القليلة الأخيرة كانت كاينة يعني في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض الصفحات الرسمية داروا يعني ضجة إعلامية كثيرة كثيرة، يعني رهيب يعني صراحة شيء رهيب. شفنا بلي يهضروا على محرز راح عطلة، هو محرز الصور تاعو، هاي الزوجة تاعو، هو هذا، أو كان الناس اللي قال لك هذا ما هوش فخر العرب، هذا ما يمثلناش، هذا هذا، يعني والله غير واحد يعني درت عليها فيديو وقلت بلي يعني هذا الأسلوب تاع نديروا الحياة الخاصة تاع اللاعبين ما هيش طريقة جيدة. وربما رياض محرز يعني لحقوا الرسائل وشافوا الصلاة وربما يكون تأثر، وأنا كنت متأكد أن هذه الأمور تكون عندها يعني انعكاس سلبي في المستقبل، وربما حب يبعث رسالة ويقول يعني شوف بعض المناصرين يعني جبنا كأس في غالي الأمم، يعني عشنا أيام جميلة، يعني درنا كثير من الأشياء يعني إيجابية، وفي لحظة يعني كلش تمحى كلش تنسى والناس رجعت تخلط في الأشياء وتقول لك هذا ما يمثلناش وهذا ما وش فخر العرب إلى آخره. يعني صراحة أنا هدوما ثلاث قراءات اللي جاوني كي سمعت الكلام تاعو، ربما نكونو نقتربوا من الحقيقة، ربما أخطأنا، يعني العلم عند الله، يعني احنا مدينا بكرة تاعنا الشخصي متواضع، وحبيت تشاركونا في الآراء تاعكم في التعليقات. مرحبا بكم وبارك الله فيكم على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.